البنات، شو حالكم؟ شو اخباركم؟ في اشياء جديده نزلت عندي في البوتيك وحبيت اني اخبركم عنها. من ضمنها اللي هي مجموعه مودرن من انستازيا. المجموعه هاي تضم باليت انستازيا اللي هو مودرن وروج مع جل الحواجب. هذا هو الباليت بنات، اسمه مودرن من انستازيا. البنات اللي يسألوني دوم شو الباليت اللي تنصحينا فيه يكون عملي، هذا من ضمن الباليتات اللي انصحكم فيها. جدا جدا عملي، وايد احب استخدمه، انا دايما معاي في شنطة الميك اب، واكثر الالوان الموجودة فيه الوان انتقالية. شوفوا بنات هذا الباليت مالي، حتى من كثرة الاستخدام اللون تغير. المهم شوفوا هاي هي الدرجات اللي انا اكثر شيء استخدمها، مثل ما خبرتكم كلها الوان انتقالية، في منها الوان شمر. بسوي لك مسواج عليه عشان تشوفون الدرجات عدل. وبالنسبة لي انا الباليتات هاي من انستازي هي التوب الصراحة. خلوني اراويكم الدرجات هاي، شوفوا انت بالوان الشمر، شوفوا اللون على طول يظهر. درجات هاي ما تحتاج اي برايمر، شوفوا. والحين براويكم هالروج المات من انستازيا، ونشوف الدرجة هاي، شوفوا اللون محلى، احس شي بين البنفسجي والبينك البارد. في نفس البوكس بنات بعد جل الحواجب من انستازيا درجة شوكلت. طبعا اذا استخدم جل استخدم انستازيا، انا في كذا درجة، لكن درجة شوكولات بعد درجة وايد حلوة. وحتى إذا اختاروا الفرشة صحيحة يقدرون يرسمون شعرة شعرة. برسم الحين بجل انستازيا، كل ما تضغطون على الفرشة كل ما كانت الرسمة أوضح، بس حاولوا عشان يبين الرسم طبيعي ما تضغطون وايد على الفرشة نفسها. شوفوا بنات معني رسمت بالجل بس ابد ما تبين الرسمة كأنها ثقيلة، واستخدمت فرشة انستازيا. شوفوا بنات هاي المجموعة بنات عليها خصم وايد حلو، والخصم هذا حصر للبوتيكات. اذا انتم فكرتوا تاخذون كل قطعة بروحها بيطلع عليكم السعر اكثر، مثل ما شفتوا باليت للشادو وروج وجل الحواجب. بحط لكم الحين رقم المنتج في بوتيكي. بنات حبيت اوريكم بوتيكات شنو منزلين. منزلين هذا الست من ماركة انستازيا، طبعا الكل يعرف باليت مودر رينيسانس وايد وايد حلو، تعتبر من البست سيلر. منو فينا اصلا ما حفرت الباليت من جمالها الصراحة، يعني اقول لكم. ومعاها الله يسلمكم جل الحواجب درجة شوكلت، هذه تعتبر من افضل الدرجات اللي نستخدمها حق الحواجب. وايضا هذه الحمرة اللي هي اسمها داستي روز، وش حالات اللون. هذا كله بست واحد تقريبا قيمته 27 دينار. هدية مثالية حق الناس اللي تحب المكياج، وايضا حقكم انتوا وحق استخدامكم الشخصي، لان ولا برودكت فيهم مو حلو، كلهم برودكت يهبلون وعجيبين وما راح تحسفون عليهم. مثل ما تشوفون هني اليوم بتكلم عن ماركة انستازيا بيفرلي هيلز. طبعا هي ماركة غنية عن التعريف، فيها منتجات وايد احبهم، بس اليوم التركيز بيكون عن ثلاث منتجات وبخبركم ليش. هذه لهم المنتجات الثلاث اللي بسولف عنهم. طبعا الباليت غني عن التعريف، هو من احلى اصدارات باليتات انستازيا بيفرلي هيلز اللي هو المودرن رينيسانس. وعندكم روج داستي روز من احلى الارواج اللي هي تناسب الجميع، درجة بينك نود مثل ما تشوفون. وعندكم جل الحواجب بدرجة شوكولات. اول شيء بصور لكم المودرن رينيسانس باليت، تعرفونه بس بذكركم بالدرجات والالوان. الباليت وايد حلو عملي، في درجات جميلة جدا مطفية وبلمعة. وفي بنات يسألوني دايما ليش الاي شادو يتناثر، هي تركيبة اي شادوهات انستازيا بيفرلي هيلز كذي، بس هم معنات ان الاي شادو سيء، هي طريقة ضغط الاي شادو في الباليت فقط، اما الدمج ووضوح الالوان فروعة عن تجربة. عندي اغلب باليتات انستازيا بيفرلي هيلز وانا اقولكم هم وايد حلوين. انا وايد احب المودرن رينيسانس باليت، وتعرفوني بعد احب السوفت جلام باليت. داستي روز من الارواج الحلوين، وطبعا عندي مجموعه كبيره من ارواج انستازيا بيفرلي هيلز، وحبيت اخبركم ان تركيبتهم وايد حلوه، وبالنسبه لي اشوفهم وايد حلوين، ثباتهم وايد قوي، غير انهم ما ينشفون شفايفي. انا اسولف لكم عن هاي الثلاث وشرحت لكم عنهم، لان هذيلا يا طويلين العمر محطوطين في بوكس وعليه عرض،
والعرض وايد حلو، ولأني أحب هاي الماركة ومستخدم هذيل المنتجات وأعرف أنهم وايد وايد حلوين، قلت لازم أصور لكم بطريقة مفصلة وأشرح عنهم. والبوكس بيعيبكم إذا تبون تهدونه حق نفسكم أو تبون تهدونه حق حد، فوايد حبيت الفكرة وايد عيبني العرض. وعلى فكرة هالثلاثة بيجونكم في بوكس كبير، هذا هو مودرن رينيسانس، فوايد حبيت الشيء.